هشتغل في السجق عشان اعمل طاجن سجق. مقاديره على الشاشه. يلا حاضر عيني. شويه سجق ضاني بتصويت بتوصيه من الجزار بتاعنا. سجق بلدي معانا بصل وطماطم وتوم وفلفله حلوه وشويه بقدونس، فلفل حار، بصل اخضر هيشارك في الطاجن ده. حابب بصراحه، يمكن مش مكتوب في المكرر بس انا هستخدمه. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بنزل بيها بحلقات البصل، اللهم صل على النبي. شفت بقى الشقاوه؟ هو ده. وانزل بالفلفل عليه زي ما انا شغال كده. في ملعبك الصوره دي يا شفيع، انا عارف في ملعبك. انا عارف اريك، انا مذكرك. حلو الكلام، تمام. كل دول مع بعض يا عم الشيف، كل دول مع بعض. وهزه هزه كده، هزه هزه. فص توم محترم، وغطيها بالايه؟ بالغطا بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. دي لازم نغطيها تغطيه صغيره. ليه يا عم الشيف؟ انا عايز البصل مع الفلفل كله مع بعضه ينسجم. اهو نسيبها شويه، نكونوا جهزنا السجق بتاعنا. تعالى يا باشا. السجق بتاعنا نعدي جزار حبيبنا، هناخده كده بسكينه، السكينه تكون حاميه. عينيا، حاضر. السكينه فين؟ حلو، هناخد كده، اللهم صل على النبي. تمام، هناخد السجق ده كده. قد ايه يا شيف؟ حسب عدد افراد الاسره، مش هنقول لك هاتي كيلو بقى ولا هاتي نص. لا لا، انا بقطعه نصين كده، وسكينتك تكون حاميه عشان ما يتهريش بين ايديكي وبين السكينه، وتنزلي بالسكينه مره واحده. عندي زيت شديد الحراره. القطيعة دي حلوة، حلوة أوي. ومعايا البصل الأخضر ده كده، باخده بالطول كده. بصل أخضر في الطاجن يا شيف، نسأل اليابانيين، نسأل إخواننا في الصين استخدامهم للبصل الأخضر في كل الأطباق بتاعتهم. بداية من الفرايد رايس بتاعهم لكل الأطباق التشاينيز بتاعتهم. هناخد كل ده مع بعضه كده ونشيل الحاجات دي كده، وتعالي اعلمك تعملي طاجن سجق بمدرسه المغازل. زيت على النار، اللهم صل على النبي. تمام، هنيجي هنا كده. عينيا، انا والله ما اعمل حاجه غير لما تقول لي اعمل انت. هو ده الكلام، ده الشغل. تعفيره حلوه يا ويلي يا ويلي، ده الشغل يعني. بص السجق احنا ايه تعبناه معانا، سندوتش سجق، مش عارف طاجن سجق. دي مدرسة هي مختلفة، زي ما هو كده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. هتلاقي حباية السجق في قلب الطاجن وركي فرخ. العب يا سمك. بس نشوف اخبار البصل والطماطم اللي في قلب الطاسة، اخباره ايه؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب. معانا البيون بتاعنا الحلو اللي نفعنا اهو. بس والله جاي على بالي اعمل حاجة حلوة، اختراع يعني. لو عندك الحلة دي زغرتي في قلبك. والله زغرتي، سمعت الزغروطه. ايه المشكله لما اخد منها شويه كده والجار لجاره؟ ده المطبخ. يا ويلي. فيها توابلها،
فيها طعم، فيها ده المطبخ. بس اذا مش عندك خدي ده، ده موجود عندك. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ مايسترو مايسترو. بس خلاص تمام. ده الطاجن. السجق اخباره ايه؟ ما نجيبش طبق من عند الجيران، داري على شمعتك لغايه لما تاكلي المقلوبه تتحكي. خلي بالك، لازم تجيبي طبق مثلا هتعملي المقلوبه في طبق مدور، بتجهزي الطبق اللي هتعملي فيه المقلوبه والصينيه. تبداي تجيب الرز يتغسل، يتشوح على النار مع بصله وتومه حلوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لو البصل تحميرته هنا، البصل الاخضر مع السجق بشخصيته. متدلع. حلو، نجيب الصينيه اللي هتخش الفرن. اللهم صل على النبي. اهي خلصنا من طاجن السجق بتاعنا. نعمل ايه يا عم الشيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله، شويه من الحاجات الحلوه دي كده. فاكرين البصل ده لما اتحمر؟ حاضر، اديني هسه بس اركب الطاجن ده وناخد بعدنا ونجري. بيقولوا لي لازم نطلع فاصل ولازم نسمع كلام الكبير. ناخد السجق بتاعنا شياكة. اللهم صل على النبي، زي ما هو كده اهو. بص فين؟ يلا يلا اهو. الله، اتهرى؟ لا. اتكسر منك؟ لا. ونسويه كده. الطاجن ده بقى ادعي لي لما تدوق. ايه بقى بالشكل ليه بقى؟ لان السر في الطاسه. وقال لك المغازي جاب الخلاصه. زي ما هو كده هندخله الفرن في درجه حراره 180. هندخله الفرن ونطلع من اللوكيشن بتاعنا كالعاده من عند الفرن الفاصل بتاعنا. زي ما هو، مش هقرب منه، هو جاهز. ده طاجن السجق بمدرسه المغازي. نظره الوداع. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. نطلع الطاجن السجق بتاعنا. تبص عليه في الفرن قبل ولا تحب ايه يا غالي؟ الله عليك. ما اقولكش، ده عايز شويه عيش بلدي او شويه رز ابيض كده حلوين بألف هنا وشفا للي ياكل. ده طاجن السجق بتاعنا الحلو. يلا 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 يلا، ايه الحلاوه دي؟ حلو الكلام. طالما استخدمت بقدونس بايدي عشان هشتغل، اغير الجلافز على طول عشان هشتغل في حلو. متخليش حد يا شيف يركز معاك. We'll be right back.